أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور إنا جعلنا
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا فنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهداً
الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء والذين نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون كذلك تخرجون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم والذي نزل من السماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سبقت يا حبيبي يا رسول الله آيات البينات من آيات الذكر الحكيم قد تلاها على مسامع حضرتكم ذلكم العالم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد سالم عامر قارئ مسجد الأزهر الشريف في القاهرة والمقيم بمنشية أبو شكار. أما الصوت والضوء والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف أولاد الحاج محمد خشب أولاد الحاج محمد خشب المقيمين بإصلاح أبو حكار إدارة المعلم إبراهيم خشب وكل من كان بالعزاء فكان سعيه مشكور.